الصاد المنزه انجز من جديد. انت لك شغلت وانت عام 14؟ لا تو انت لك شغل عندي 20 يوم بالضبط من زياره السيد الرئيس الى صاد المنزه. عليه؟ لانه كانوا في صوبات عميق. السبب؟ السبب اهمال في الاشغال ولا مبالاه وعدم العنايه بميزانيه الدوله التي رصدت قدرها 200 مليار الى صدر المنزل. تقول انت ثم تعطيلات؟ لا مش تعطيلات، عبث. تعطيل نوع العبث، لعبه المقاولات ووزاره التجهيز اللي انا وصلت حتى درس الدوله لعبوا بالميزانيه وحبوا صدر المنزل يكونوا في من المشاريع المنسيه. كما مستشفى القيروان، كما سما دبي، يكون صدى منزه 200 مليار اللي ضختها الدوله للمشروع هذاك تكون تمشي هبه، تمشي مع الرياح. لكن والحمد لله لا يضيع حق وطالب سيد الرئيس، وقف على البرنامج هذا ونأكد لك اللي راني وصلت كتابيا انا مده شهر سيد الرئيس، وكشفت له على الخور اللي فيها، وكشفت له على جميع الثغرات. وهذاك على شخص قبل ما يجيب سويعات زعميلك الصحافي اللي بلغته، هو بلغ قال لي منير اكل الرئيس راهو مش يجي لصدر المنزل، وفعلا جاء وحضر وكنت موجود غاديك وشفتك الخور اللي كشف الرئيس. من اول معلومه عندك على معلومات الحديد، قالوا لي الحديد هذيك وصلتها له انا كتابيا على انواع الحديد، الاسمنت اللي هو نوع معين اس بي 450 تحطوا فيه 300 وصلته معلومه، والفونداسيون القاعه التحتيه اللي تكون فيها طبقه رمليه. معلش هذاك السيد الرئيس وقت يقول اعطيني هذه وري هذه، انا السيد الرئيس مشكور طف وشاف جميع الاخبار اللي تبعثت له للقصر غاديكا وطلع عليهم وشافهم. وهكا تشوف كيفاش وزيره التجهيز كلمه كلمتهاش، انا مصدومه. اول حاجه ما عندهاش درايه بالاشغال جمله، وما تعرفش حتى المقاول شكون جاء. وسيد جاب وزير الشباب الرئيسي كامل قديش حب يجاوب بالنيابه على وزاره التجهيز، يحصل له ما نجمش يجاوب. ما نعرفش سيد الرئيس فهو سيد الوالي، قال له يا اخي انت وزير ولا الوالي؟ راك انت وزير الشباب الرئيسي. اخر ما سهله حتى السؤال اللي عمل ضجه، قالوا سيد وزير علاش الاستاذ زويت مسكر؟ قالوا ولا ما نعرفش. خي سهلوا على السبيطار وعلى الاوتيل، هو سهلوا على منشاه رياضيه اللي هي تخصك وزير الشباب الرياضي. انت كي سلمت وزاره الشباب الرياضي تقول علاش هذا مغلوخ؟ قال والله مانيش عارف، كل واحد يقول لي كلمه. شنو يقول كلمه؟ شفنا سيد رئيس مشكور قال له حل استاد زويتن وراسي يسد. ما معنى؟ معنى سيد رئيس الدوله هو ولا الوزير، هو ولا رئيس بلديه، هو ولا ولي. في نفس الوقت رئيس دوله يسال وزير يقول له بربي المنشاه الرياضيه هذه علاش مغلوخ؟ يكون يعرف. قلت سيد الرئيس عندها اسباب، سفاره ولا جيران ولا سكان. وسبق سيد الرئيس قال مش تقول لي سكان، حتى في المنزله ثم سكان، حتى في رادس ثم الاف السكان، حتى في صفاقس. لا سامح، اعطينا ملعب في تونس ما فيش سكان. نبداها بنزرت، بنزرت سوسه، صفاقس فزت صفاقس، قابس فزت قابس، جندوب فزت جندوب. هذا ماهوش جواب شافي. هذا كما قال سيد الرئيس مشكور قال يحبوا يبيعها. قاز اغلاق المنزه زويتن واغلاق بالفيدال لبيعها، وهذاك على السكر. لان كل الملاعب في تونس في وسط الاحياء، في رادس بلاصات، بلاصات في رادس، انت في سوس حي سكني، في صفاق صايب الميري، في القروين، ما فهمناش. ما عندناش احنا ملعب خارج المنطقه العمرانيه كلها سكان. توا كان زويتن في سكان، خيبي سكان، احنا نلعبوا فيه مره في الجمعه، واذا كان مشوا مره في الشهر، واذا ما كان مشوا عامل لما امسك. ايش قال لك السكان؟ ايش قال لك السكان؟ هذا الجواب غير شافي. وانا نقول لك حاجه، راهو اصبح توا الناس الكل خايف على بعضها. ثم مدير اشغال ونحييه، واللي هو حتى شخصي وصل للرئيس وقت اللي شدد في انجاز العمل بسرعه وبحواذافره، يمشي التطبيق حسب كراس الشروط. قالوا هكا نحو. وهذاك اللي الشيء اللي تزاد غلط وزاد كشف المسطور وزاد وصل للرئيس هو شخصيا. وقت سمع بيا وصلت للرئيس قال لي حتى انا كيفك مباشر العمل وراني مشرف من طرف وزاره التجهيز. وصل وسيد الرئيس سهله، قال له كان يخدم هنا علاش نحيته؟ يعني السيد الرئيس ماهوش راكد على وذنه. قالوا كان يخدم مش اشغال هنا علاش نح؟ ايش قال الوزير؟ قال والله ماني عارف. يعني ما يعرفوا حد شيء. اسال عساس تاع الحظيره تقول لك علاش بطلوا؟ عساس حارس يومي او ليلي يقول لك والله حتى على خاطر كبش فيهم في الخير مش هذا صحيح. وزير اللي هو الاشغال تحت رقابته ما يدريش.
ما يدريش. هي انت ملك مدي، هل البدله نتاع الاشغال لبس هذيك كيفاش لبس؟ يعني انت سمعت بالراي اللي جي، انت راك وزير جات هيبه نتاع وزاره، اصبحت الراي جا وانت لبست التينيه نتاع عمال وجاي مع الرئيس ويسال فيك في السؤالات ما يدريهاش. سي كمال قديش، نعطيك معلومه، سي كمال قديش خذا وزاره الشباب والرياضه تصفيه حساب مع ودي الجر ما بين رئيس الجامعه ووزير الشباب والرياضه، تصفيه حسابات، تصفيه حسابات هذه جات في راس المشروع الكبير نتاع المنزل والجمهور والانديه الرياضيه، اشهار عام واربع اشهر مده الانجاز 15%، يعني هنا على حسابهم هم واللي هو في قيد شارج حاطين اواخر 2024 تنهي نهايه انجاز المشروع، احنا على حسابه 15% في عام اربع اشهر معناتها بيحاولوها نشوفها 2034. معناتها السعوديه عندكم نعطيك معلومه، اكبر ملعب في المغرب 130 الف متفرج اللي هي مش تحيي تحضر فيه ترشح في كاس العالم، المده الاشغال نتاعو 7 سنين تاخذ تشمل عام وست اشهر. محمد السادس اكبر ملعب 130 الف متفرج في المغرب، يعني في عامين من 7 سنين واحنا على عامين تو عام اربع اشهر تقدم اشغال 15%، يعني في النهار يخدموا في شكاره سيمين، في النهار شكاره سيمين ويعجلوش. وهنا من طرفك انت نحيي السيد الرئيس على موقفه الجريء ونحييه على الزيارات اللي قاعد يقوم بها، وقاعد تو كل مؤسس خايف على روحه، هنا كل ما هو مسؤول في خدمه خايف على روحه. علاش؟ انه الرئيس، والرئيس يقول حاجه راهو يتوزر كل ما عدا ثلاث حقائب، الدفاع والداخليه والخارجيه، الباقي محتمات كلهم ما همش قاعدين واقفين مع الرئيس. الثلاث الحقائب هذه اللي صباحا مساء ويوم الاحد مع رئيس الدوله، ثلاث حقائب وزاريه اللي هي الدفاع والداخليه والخارجيه. انا بقول كان والله العظيم نص المؤسسات الحكومات التونسيه يقفوا نص الوزراء، انا 24 وزاره هكا 24 وزاره، لو كان يقفوا 12 برك مع الرئيس والله بين عشيه وضحاها تونس ما تولي جنه فوق الارض. لكن الله غلب، انا الرساله نقول سيد الرئيس ربي صبرك ويعطيك صحه الدم، ربي يطول عمرك، وانت بارك الله فيك اللي توصلنا الجواب هذا سيد رئيس الدوله.